السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم غصة حنان. عيد مبارك سعيد، تقبل الله منكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بألف خير. وصفة اليوم غادي تكون كيك خفيف وهشيش، مذاق ديالو رائع جدا، أو ما يسمى ببلان كيك. وما تنساوش إذا عجبكم الفيديو ديروا جيم وخليو تعليق وبارطاجيو الفيديو مع اصدقاء ديالكم لتعم الفائده وتكبر القناه. بقاو معايا الفيديو باش تكتشفوا مقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج 5 البيضات، اذا عندكم بيض كبير ديروا فقط 4. هنا فصلت اصفر البيض من ابيض البيض، كوب مع مرش من سكر سنيده، كاس من ياغورت طبيعي اي 110 غرام، بغيتو تستعملوا طبيعي او لا بنكهه الفانيلا، كوب خليط ما بين الزبده المذابه مع الزيت، 3 اكواب من دقيق ابيض، كيسين من خميره الحلويات اي 14 غرام، معلقه كبيره من كاكاو مر، كيس من سكر فانيلا، معلقه صغيره من قشره البرتقال اللي غادي نخلطها مع الكاكاو. وهذا هو الكوب باش خديت القياس، لاني غادي ندير كيك كبير يمكن لكم ديروا نصف الكميه من المقادير. اول مرحله غادي نبداو نطربوا ابيض البيض مع سكر وقليل من الملح. هنا درت كوب ما عمرتوش مزيان من السكر، بغيتو ديروا كوب كامل لكم اختيار، فقط انا بغيت نقص الحلاوه. غادي نطربها مزيان حتى كنتحصل على لون ابيض، او يمكن لكم ديروا في الكاس الخلاط وطربوه حتى تحصلوا على اللون ابيض. هنايا غادي نخلط اصفر البيض مع قليل من قطرات من الخل باش نحيد منها الزفوريه. غنضيف عليها الزبده والسكر فانيلا، يعني الزبدة اللي خلطها مع الزيت، استعملت زبدة من أصل حيواني من أحسن، لأن مارغارين مذاق ديالها مجهد في الكيك. غادي نضيف الياغورت طبيعي، يمكن تعويضوه بالكاس من الحليب. تنخلط مزيان المكونات، وغادي نضيفو على الخليط ديال ابيض البيض وغادي نخلط بشويه. هاد الطريقه غادي تخلي لكم الكيك يجي خفيف. وغادي نضيف الدقيق تدريجيا، غادي نخويه في شي بول اخر اللي كبير باش نخلطو مزيان، وغادي نخلطو غير بشويه باش ما ينزلش ليا ابيض البيض اللي طربت في الاول. وغادي نضيف الدقيق تدريجيا، ما تخويوش دقه واحده. انا هنايا الخليط غادي يدخل ليا 3 اكواب، يمكن يدخل لكم 2 اكواب ونصف على حسب النوعيه ديال الدقيق. الكميه الاخيره غادي نضيف عليها الخميره الحلويات، ما تضيفوش الخميره الحلويات من الاول، خليوها حتى الاخر وخلطوها مع القليل من الدقيق. بطبيعه الحال الدقيق خصو يكون مغربل مزيان. وهذا هو الشكل ديال الخليط، كما كتشوفوا راه كيجي ثقيل لان وضعنا فيه الزبده. غادي ناخذ واحد الكميه من الخليط، غادي نزيد عليها قشره البرتقال والكاكاو. الكاكاو غادي نغربلو باش ما يديرش ليا تكتلات في الخليط، وكما كتعرفوا النكهه ديال البرتقال كتجي مواتيه مع النكهه ديال الشوكولا. وغادي نضيف معلقه كبيره من الحليب باش يخفف ليا الخليط لان ثقيل، وغادي نزيد عليه الكاكاو غادي يزيد يعقد اكثر، فكنضيف معلقه كبيره من الحليب. غادي نخلط مزيان باش يدخل ليا داك الكاكاو مزيان في الخليط، الكاكاو المر بطبيعه الحال. وهذا هو الشكل ديالو، وهذا هو المول اللي استعملت، القياس ديالو 30 سنتيم على 6،
كأصفيس أخرى غادي نعطيها لكم، ملي تدهنوا المول بالزبدة وترشوه بالدقيق ديروه في المجمد، باش هكا إلا طابت لكم الكيكة كتحيد لكم بكل سهولة من المول. وكذلك الخليط ديال العجين درتوه في الثلاجة مدة 5 دقائق عليها ولا عاقد أكثر، باش هكا ملي ندخلوه الفران يجينا منفوخ مزيان ومفقع. وبالنسبة لديك الكمية ديال الخليط ديال الكاكاو غادي نديرها في الوسط بهذا الشكل. وغادي ناخد راس ديال المعلقة وغادي نبدا ندير تموجات ما بين الخليط ديال الكاكاو والخليط ديال الفاني بهذا الشكل، باش نتحصل على كيك مغبغي. وباش نتاكد ان الخليط ديال الكيك غادي يطلع ليا مزيان ويتنفخ ويعني يولي عندي بومبي، غادي ناخذ قطعه ديال الخبز وغادي ندهنها بالقليل من الزيت وغادي نخشيها فوق الخليط بهذا الشكل. اولا يمكن لكم تاخذوا الموس تدهنوه بشي ديال الزيت وديروا واحد الخط في الوسط. في هذه الاثناء الفران مسخن على حراره متوسطه، من بعد غندخلو الفران وغادي نطفي على الفوق ونخلي النار على التحت تكون ناقصه ومهيله مده ساعه تقريبا حتى كنحسوا بها انها تنفخات، من بعد كنشعلوا ليها من الفوق. وكذلك يعني تقريبا راه كتدي واحد ساعه ونص هكاك باش طيب مزيان. سنخشي واحد العود خشبي باش نتاكدوا انها راه طابت، اللي لقاو هنا شوف عرفوا انها راه طابت لكم مزيان في الوسط. كاين بعض الاخوات اللي تيقولوا بلي ان لي كيك اللي في المول طويل كيجيهم معجن من الوسط، فالمشكل كاين في الفرن. نقصوا على الفران من التحت حتى طيب لكم، عاد من بعد شعلوا من الفوق. وهذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا راه دغيا تتحيد من المول. تنخليوها حتى تبرد وعاد من بعد كنزينوها وتنخدموها لكم بالصحه والراحه. بالنسبه لهاد الانواع ديال لي كيك اللي تيكون فيهم الزبده فكيجي المذاق ديالهم رائع بعد ما تتبرد مزيان اولا حتى كتبات، عاد كيبان المذاق ديالها كيجي رائع. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش بالتشجيع وبلي لايك، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.